اخوان صافا لاباس عليكم. الوغ بكم في فيديو جديد ان شاء الله على البلاك بايكر ديال الوغ اليوم غاد واحد الدايره اوبسيرفايشن غيكون اكسيبسيونيل اليوم ان شاء الله غيكون مختلف اللي هو علاش ما غنديروش انايا غيديروا الوالد ديالي. الوغ ارحبوا به مرحبا بك اليوم في قناه بلاك بايكر. باش نعطي واحد التعريف على الوالد ديالي. الوالد ديالي كان يعني موطار قديم في 1984 كان عنده السوزوكي اللي غادي نخلي لكم هنايا التصويره ديالو ديال الفيش تكنيك ديال السوزوكي اللي كان عنده. حتى هو كان عنده 110 ولكن 110 ماشي بحال دابا الشينوا. سوزوكي يعني غني عن تعريف شركه جابونيه 110 اوريجينال. الور اليوم غنديروا واحد نظره شامله ان شاء الله على يعني الطريق اللي جايه من الرباط او اللي جايه من سلا على المطار ديال سلا. وغادي ناخذوا واحد يعني معلومات كامله على 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 المطار يعني كل شيء. وماشي انا اللي غادي ندير لكم, غندير لكم الوالد ديالي. الور دابا نخليكم الوالد هو اللي غادي يعني غادي يعرفكم على نفسه وميم طون غادي يشرح لكم شنو غادي يكون ان شاء الله في هذا المطار هذا شنو في هذا الفلوغ هذا ونعتبروه فلوغ ولا يعني ولا دايلي ولا اي حاجه. الو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بي عندكم ومرحبا بكم عندي. انا اليوم غادي نقدم لكم هذا الفيديو هذا على تعريف على المطار ديال الرباط سلا, منين الديبار ديالو ومنين اللي جاي من مثلا من برا او اللي كاين هنا في الداخل وبغى يمشي للمطار ديال هاد سلا. غنوريكم الطريق كيفاش يمكن له يمشي او لا يجي او لا يخرج باش يعرف بلا ما يحتاج يسول الناس في الطريق ولا هادي اللي يتلفوا ولا شي. المهم انا غادي نحاول نوريكم على حدك على حساب داكشي اللي عارف انا, وانتوما تحكموا عليا واش وريتكم داكشي مضبوط او لا. ولكن كونوا على يقين على اكيد على اكيد انني غنوريكم داكشي مضبوط. انا متاكد من داكشي غنقول لكم والطريق الطريق المعقول والطريق اللي غادي تكون مربوح. وفاش تنساو ان شاء الله ما تنساوش افخوت في الاخر ديال الفيديو سبسكرايب واللايك الى عجبكم الفيديو. الوغ تهلاو نخليكم ان شاء الله مع الانترو. السلام عليكم. غادي ان شاء الله غادي نتوكلوا على الله غنديروا انطلاقه من هنا حدا ماكرو باش غادي نمشيو للمطار سلا مدينه سلا ان شاء الله. اللي ما تيعرفهاش هاد المطار هذا ان شاء الله كنتمناو يستافد من هاد الفيديو هذا, لان هاد الفيديو هذا كنظن مهم لبعض الناس اللي ما عارفينش المطار. خوت حنا دابا حنا في باب ديال الماكرو. حنا دابا ان شاء الله دخلنا هاد الزنقه هادي كتخرج من طريق مكناس. ها هي اللي قدامنا هي طريق مكناس. طريق مكناس معروفه طريق الملكيه ان شاء الله. هنا مازال ما غنبداوش اللي ما تيعرفهاش باش نبداو باش ناخذوه من المطار. غادي ناخذوا هذا الفيديو هذا من المطار ان شاء الله انطلاقه. هنا تنوريكم معاك كيفاش داخلين حنا للمطار ان شاء الله باش تفهموا مزيان وتعرفوا كل شيء من هذه الانطلاقه هذه بهذا الطريق هذه اللي ما تعرفهاش. هذه هي الدخله ديالو. هذه هي الدخله ديال المطار. دخله جونفا كبيرة اللي ما تعرفهاش. هادي هي طريق مكناس اللي قدامنا دابا. طريق مكناس هي هادي اللي تجي من مكناس ديريكت. هي هادي هي اللي قدامنا. حنا دابا غادي ندخلو للمطار. طريق المطار ان شاء الله. حنا دابا داخلين اتجاه المطار. المطار معروف فيه جوج ديال المطارات اللي ما تعرفهمش. كاين المطار المحلي اللي كيمشي للمدن ديال المغرب اللي هو ها هو قدامنا دابا على اليسر اللي ما عارفوش. ها هو هاد الصاله ديالو. ها هي هنايا
كاين اللي ما تعرفوش هاد الخلا ديال الرجليه هادي هو المطر المحلي تحت المحطة جوج، وهنا على اليمن المدخل ديال الجوي الدولي، هذا اللي الدخلة ديالو هي هادي. احنا داخلين ليها اللي كاين اللي ما تعرفهاش، احنا داخلين دابا كما غتعرفوا حنا ما يمكنناش نوصلوا حتى للمطار، ما يمكنناش نوصلوا حتى للمطار، ولكن غادي نبقاو شويه بعاد لان راك عارفين بزاف ديال الحوايج. ها هو ان شاء الله كيما تعرفوا هذا الباركينغ ديال المطار، هو هذا المطار، هو هذا اللي قدامنا اللي ما تعرفوش فيه ليبيس اللي تيدي حتى لاكدال في الرباط، تيوقف حتى هو هنايا. دابا حاليا ما كاينش سمعتوني، لان هو دابا تنشوف انا ما كاينش هذاك ليبيس، دايرين ليه تمر رمزي حتى هو. ها هو المطار كما تشوفوا، لان ما يمكنش انا غادي ندخل حتى المطار. ها هو المطار كدا جميع التعريف، لان ما يمكنليش ندخل. ها هو المطار اخوان، دابا غنديرو انطلاقة ان شاء الله من هنا. هذا هو المطار ديال سلا مدينة الرباط سالم، كما تتعرفوا انطلاقة ان شاء الله اللي جا وغيخرج غيدير انطلاقة من هنا ان شاء الله، غيخرج من هنا، من هنا الرومبا الاولى غيدور على اليسار ديالو، ما يمشي لها كل، لان الممرات هنا ممنوعين كما تتشوفوا، غيتبع الاتجاه ديالو وباش يخرج من المطار. حنا خارجين دابا من المطار، لان ها هو كما قلت لكم في الاول هنا كاين على اليمين ديالي دابا ولا المطار المحلي، الناس اللي تيمشيو للعيون الداخلة كذا الى اخره. هنا تيوصل هنا عاود هاد الرومبو هادي، يتبع لي فلاش ديالو ويدور على اليمين ديالو كما القاعده ويمشي. ها انتما تبعوا معايا، ها انتما كل شيء باين، طريق زوينه، طريق واسعه، طريق مجهزه من كل شيء، لا بالليل ولا بالنهار، مامنه، انسان ما عندوش منها شي خاف. هنا تيوصل عاوتاني لهاد الرومبو هادي اللي غادي تخرجوا الطريق مكناس ويدور على اليسار ديالو كما شفتوا. ها هو المدخل ديال الباب ديال المطار المحلي، هو هذا هو كما تشوفوه تيرمناتور 2، هو المدخل ديال المحل. ما عليناش، المهم حنا خارجين دابا من المطار، باش نخرجوا من المطار كما تشوفوا هذا الشيء ديالو. هنا تنجيو لهاد الرومبا الكبيره اللي قدامنا، الا وهي اللي تجي من طريق مكناس، تتخرج من الطريق مكناس. الناس تيجيو من مكناس وداك الشيء تيجيو ديريكت باش يدخلوا، اما الناس اللي خارجين وغاديين للرباط هنا تيوصل لهاد الرومبو هادي، تيدور على اليمين ديالو وتيبقى غادي شاد الفلاش ديالو كما تتشوف. هنا الاخوان هادي اللي قدامنا هنا هي القريه اللي معروفه هنايا سلا، القريه هادي كلها تتسمى بالقريه. هاد الطريق هادي معروفه كما قلت لكم ملكيه، يعني واسعه كبيره مامنه، ما عند انسان مناش يخاف منها. كما تشوفوا الاخوان هنا تيبقى على اليسار ديالك كاين سميتو كاين هذاك اتقضاو، يعني ماكرو. ها هو كما تشوفوا، ها هو اللي كاين هاد الشيء، راه هو كما تشوفوا تيبقى على اليسار ديالك ياك. صغيره ما دخلتش غير حبسني البوليسي واقيلا، حاول غير يحبسني على وديت ندخل الطريق الصغيره ديال اسمحوا لي الاخوان خرجت على الموضوع، لان بالي واحد البوليسي وانا غادي مع الطريق الكبيره، خاصني ندخل مع الطريق الصغيره. هنا حيت هاد الطريق هادي انا دخلت معها شحال هادي ما دزتش معها، يعني كاينه الطريق ديال الدراجات خاصه، ما يمكنش تمشي، ما يمكنش تمشي مع سميتو، ما يمكنش تمشي مع طرق كبيرة من طرق ديال الدراجات الدايرة بوحدها. كما تتشوفوا هذا اللي لهاد الجيه على اليمين ديالك حي الصناعي ديال هنا ديال سميتو لافياسون، هاد الحي هذا ديال الشركات والمعامل اللي كاينين هنايا، معروف هاد الحي الصناعي فيه بزاف ديال الشركات، لأنه
مقابل مع القريه كما قلت لكم قبيله، تيبقى دائما مقابل مع القريه. هنا هذا الحي هذا معروف هذا بالناس الشعبيين ديال القريه، معروف بالناس الشعبيين، لهذا المهم من بعد نديروا شي فيديو على هذيك الحي ديال القريه وداكشي وداكشي اللي فيه. معني حنا دابا غاديين مع الطريق ديال طريق مكناس، الناس اللي ما تعرفوهاش والناس اللي جاوا برانيين اللي بغاو يمشوا للمطار او اللي جاوا من الطريق من المطار. ما عليناش، كما قلت لكم هنا هذه لاباز، هنا كاين لاباز ديال العسكر، هاد لافياسيون هنا، هذه لاباز معروفه هنايا، فيها قشله، فيها بزاف ديال سميتو هنا معروف. اللي قلتي ليه لا وصلتي للصلا تقول ليه لاباز يوريه لك، معروف هذا هنا. المهم كما قلت لكم حنا دابا هنايا في هاد الطريق الملكيه، زوينه واسعه مامنه، فيها كل شيء، فيها ملاعب القرب، فيها كل شيء، ما نقيه وزوينه. هنا تلقاو قدامنا الرومبوا الكبيره اللي غادي نوقف شويه باش نوريها لكم مزيان، هاد الرومبوا ولا هي اللي تدخل الحي اسميتو لافياسيون العيايده وسميتو كما تنقولوا الواد وتبريكت وسميتو، تمشي مع هاد القريه هذه على اليمن. هانتوما غادي نوريها لكم، معروفه هذه على اليمن ديال هاد الطريق هذه، هاد الرومبوا كبيره هنا هنا هذه ديال لافياسيون هي هذه. والمهم هو هاد الطريق الاخرى ديال هاد الجهه، الا مشيتي على اليسار ديالك كاينه الطريق تدي لسميتو تدي التقدم اليوسفيه السويسي الى اخره، هذه هي ديك على اليسار ديالك معروفه، ها هي هذه حتى هي زوينه واسعه جديده. وعلى اليمين ديالك كاينه الغابه الصغيره اللي معروفه، ها هي معروفه الغابه الصغيره، ها هي اللي قدامنا، ها هي شتيها الناس يترينيو فيها، معروفه تتكون عامره لواحد الدرجه ما تصورش على البال، خاصه في الويكاند وداكشي. غابه صغيره زوينه نقيه، فيها العاب، فيها كلشي اللي بغى يجيب وليداتو وداكشي، هي معروفه هنايا كلها. هنا غابه صغيره تترينيو فيها الناس الرياضيين، الناس الصباح كما معروفه هاد الغابه هادي بالسمكه ديالها بكلشي. على اي الناس اللي جاوا كما قلت لكم حنا غادي نيشان دابا باش النيسان باش ما يتلفش يعرف راسو فين غادي، يعني اي ياخذ ملي يخرج من المطار ياخذ طريق مكناس يهبط مع نيشان، ما يدور لا اليسار لا على اليمين. الناس اللي غاديين للرباط او لا بغى يدخل السلا، يعني السلا لداخل باب خميس والى اخره. المهم انا غنوصل رومبا وغادي نفهمكم اتجاهات كامله باش الانسان الى جا ما يتلفش، ولا جا من شي مدينه اخرى وبغى يمشي يوصل لهاد الرومبو هادي ويعرف الاتجاه ديالو فين غادي، بلا ما يبقى يسول شي واحد يتلفو ولا هادي باش يعرف راسو فين غادي. احنا دابا كملنا هاد الغابه الصغيره، هنا كاين عاوتاني الالعاب ديال القرب اللي هما كاينين محسوبين على حي السلام، هادو محسوبين على حي السلام، هاد الالعاب القرب هادو اللي معروفين هادو هما. حنا وصلنا دابا لهاد الرومبو اللي هضرت لكم عليها، القرب اللي كاين شاد عليه، هذا مدرسة ديال التكوين المهني، شاد عليه المحكمة، شاد عليه الكوميسارية، شاد يعني هنا معروف هذا الحي هذا، يعني بزاف ديال الحوايج فيه. أنا غادي نحاول نتوقف ونوريكم داكشي تفاصيل مزيان، سمحوا لي إذا وقفت. هانتوما هانتوما دابا أنا وقفت باش نوريكم مزيان هاد الطريق هادي اللي تنشوف فيها دابا، ها هي اتجاه ديال سميتو هادي اتجاه ديالي تدخل لحي السلام، هادي نيشان من هنا هي اللي زعما الطوبيس هذا هو داخل تدخل لحي السلام، يعني اتجاه ديال حي السلام تديك حي شماعوت تديك الكارفور تديك الى اخره. هنا كاينه المحكمه شد عليها كوميساريه كبيره، يعني معروف هاد المحكمه كبيره وكوميساريه كبيره. هنا نيشان، هنا نيشان الى غتمشي نيشان هنا تمشي ديريكت للسلا الداخل تديك للداخل، وهي فعلا تدوز ساعه على الرباط اللي غيدخل الناس اللي بغى يدخل السلا وعاد يخرج الرباط. هي طريق مزيانه واسعه كبيره وداك الشيء، ولكن المهم تدوز على القنطره القديمه كما كنت نقول الحسنيه، يعني ديال معروفه على الوعد تدوز على بوركراك. هنا في الوسط اتجاه ديال هكا على يد حسن نيشان كاينه طريق ديال الرباط، نيشان تديك للرباط تدخل طريق الرباط على 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 مرجان، هنا تنسميو هذه الطريق هذه تنسميوها الطريق ديال عين الحوالي، هذه تمشي على عين الحوالي.
هاتي جاي منين وقت الطوبيس دابا واحد الطوبيس رتي بكم وقت هذاك اللي تجي من القريه تدخل لحي سمو حي مولاي سمعي تمشي القريه. يعني كان الاخوان هذه تعريف على ان ما يمكنناش نمشيو تاع الرباط كنطول عليكم بزاف نخليو هاد المهم هاد الرومبو هذه الا دخلتي جيتي من الرباط على طريق مرجان وطلعتي لهاد الرومبو ديال المهيدره اللي تنسميوها بومبوت مهيدره هذه معروفه على واحد البومبا كانت هنا قديمه محمسميه على هاد الرومبو هذه كانت سميتو معروفه اللي قلتي بومبوت مهيدره ملي توصل هنا حتى تاخذ الاتجاه ديالك تمشي من هنا على الطريق ديال مكناس اللي تجي تخليك توصل للمطار. هذه كانت فكره على المطار والاخوان وسمحوا لي الا كنت قصرت عليكم ولما فهمتكم شي حوايج اللي ما عارفهاش انا ربما وشكرا وتنتمنى لكم تكونوا فهمتوني والى اللقاء.